التوظيف في القطاع النفطي الكويتي، بين طموحات الشباب وتحديات الواقع، الواسطة الانتقائية والشروط التعجيزية، كلها اتهامات وجهت بحق مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، وسبب معارضة البعض لآلية التوظيف في القطاع النفطي الكويتي. خلنا نشوف معاكم هذا التقرير. آلية توظيف حديثي التخرج الموحدة في القطاع النفطي. يحرص القطاع النفطي الكويتي على استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص وظيفية عادلة ومتكافئة لجميع المتقدمين، ويتم الإعلان عن الاحتياجات الوظيفية من حديثي التخرج بصورة موحدة للمؤسسة وشركاتها التابعة، حيث يتم تكليف 3 جهات في القطاع النفطي لتولي عملية التوظيف نيابة عن القطاع النفطي الكويتي، وهي كل من مؤسسة البترول الكويتية. تختص المؤسسة بالإعلان الموحد عن توفر فرص وظيفية لحملة الشهادة الجامعية في التخصصات الإدارية حسب الاحتياجات الوظيفية المطلوبة. شركة نفط الكويت تتولى الشركة تنفيذ الإعلان الخاص بحملة الشهادة الجامعية بحسب الاحتياجات المطلوبة للتخصصات الهندسية التالية: بترول، مدنية، ميكانيكا بحرية، هندسة معدات طبية بجانب علوم الجيولوجية والتخصصات الطبية، بالإضافة إلى مؤهل الدبلوم باختلاف تخصصاته الإدارية والفنية. شركة البترول الوطنية الكويتية. تختص الشركة بالإعلان عن توفر فرص وظيفية لحملة الشهادة الجامعية في التخصصات الهندسية التالية: هندسة كيميائية، هندسة كهربائية، هندسة بيئية، هندسة آلات دقيقة، هندسة ميكانيكا، هندسة معادن، هندسة كمبيوتر، هندسة إلكترونات، هندسة صناعية، هندسة اتصالات، هندسة سلامة، هندسة إطفاء، إلى جانب علوم كمبيوتر وعلوم كيميائية. بعد اعتماد نتائج المتقدمين حسب ترتيب مجموع نقاط معدل التخرج ونتائج الاختبارات والمقابلة الشخصية، يتم تحديد الحاصلين على أعلى النتائج وفق الأعداد المطلوبة حسب الشواغر المتوفرة، ويتم الإعلان عن النتائج النهائية ونشرها في الموقع الإلكتروني للجهة المختصة بالإعلان. ثامناً، تجرى بعد ذلك قرعة علنية لتحديد جهة العمل للمقبولين وتوزيعهم حسب الاحتياجات الوظيفية المتوفرة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. ومثل ما عودناكم في الكي بي سي توك بتقديم كل ما هو حصري، تابعونا فيها الحلقة الخاصة واللي تتعلق بقضية التوظيف في القطاع النفطي الكويتي، تابعوها معانا بعد هذه العناوين. نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بشركة نفط الكويت السيد قصي العامر يؤكد أن حركة الشواغر مستمرة ولدينا العديد من الروافد التي تغذي القطاع النفطي بعملية التوظيف. رئيس فريق التوظيف وتكويت عمالة المقاول بمؤسسة البترول الكويتية الأستاذة سوسن بورسلي في لقاء خاص تؤكد أن القطاع النفطي جهة العمل الأولى باستقطاب الشباب الكويتي. نرحب فيك محمد معانا عبر شاشة الكي بي سي توك في هالحلقة الخاصة واللي أكيد تهم كل بيت كويتي، وهي عملية التوظيف في القطاع النفطي الكويتي. حياكم الله والساعة المباركة في وجودي معاكم في برنامج كي بي سي توك. يقال أن الواسطة والمحسوبية والانتقائية 3 ركائز ترتكز عليها عملية التوظيف في القطاع النفطي الكويتي، فما هو ردكم على هذه الشائعات؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، مؤسسة بترول الكويتية في 2008 اعتمدت النظام الموحد للتوظيف. طبعا النظام هذا يعتمد على الشفافية وعلى العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين. النظام هذا يتيح حق المتقدم للتوظيف انه يشوف نتيجته اون ذا سبوت في البداية، يعني اول ما يقدم الاختبار الانجليزي
بعد ما يخلص الاختبار فترة الاختبار فورا تطلع النتيجة على الشاشة عنده قبل لا يغادر قاعة الاختبار. بالإضافة إلى نفس الآلية موجودة في اختبار التخصص. الحمد لله النظام هذا يعطينا يعني وايد سمعة طيبة في الكويت. في كثير من جهات الدولة اعتمدت النظام مالنا وقامت تقدم اختباراتها عندنا واستضفناها يعني من وآخرها كان يعني الهيئة العامة للشفافية يعني قدموا اختباراتهم ونظامهم قدموا عندنا في شركة نفط الكويت. نعم، هل لنا أن نتعرف بشكل مفصل على فرص التوظيف المتاحة في القطاع النفطي الكويتي؟ طبعا الفرص التوظيف في القطاع النفطي مستمرة، احنا عندنا حركة الشواغر يعني مستمرة، عندنا في ناس يعني يدشون وفي ناس يطلعون، في عمليات جديدة تدش علينا، احنا تقريبا يعني عندنا كذا رافد يغذي القطاع النفطي في العمالة خصوصا الكويتية، عندنا طبعا الموظفين المباشرين في القطاع النفطي والشركات التابعة في المؤسسة والشركات التابعة، عندنا جانب آخر وتوسعنا فيه في السنوات الأخيرة اللي هو التكويت في نظام عقود المقاولين. الحمد لله احنا قطعنا شوط كبير، بلشنا في بداية التسعينات في المقاولين ان نخلق فرص وظيفية الكويتيين في عقود المقاولين للشركة. في التسعينات بلشنا في نسبة 10%، رفعناها الى 25%، ارتفع التارجت الحين حاليا اليوم احنا اكثر من 27%، ورايحين ان شاء الله حطينا تارجت جديد اللي هو راح يكون 30% ان شاء الله. نعم أبو محمد، وماذا عن الخطة النفطية التوظيفية التي تقودها شركة نفط الكويت للتخصصات الفنية؟ طبعا التخصصات الفنية في القطاع النفطي في الإعلان الموحد موزعة بين الشركات، يعني عندنا احنا شركة البترول الوطنية مسؤولة عن جميع التخصصات الهندسية بالإضافة إلى العلوم الفني. شركة نفط الكويت احنا مسؤولين عن ثلاث تخصصات هندسية اللي هي مهندسة هندسة بترول والهندسة المدنية وعلوم جيولوجيا، بالإضافة إلى جميع تخصصات الدبلوم الفني والإداري عند شركة نفط الكويت، كما أن المؤسسة البترول الكويتية هي مسؤولة عن توظيف حديثي التخرج لجميع الوظائف الإدارية في الشركات والمؤسسة. شكرا لك أبو محمد على هذه المعلومات التي أثريتنا فيها، طبعا هذه معلومات وافية لكل بيت كويتي كان يتساءل بشكل تفصيلي أكثر عن عملية توظيف في القطاع النفطي الكويتي. كلمة أخيرة حاب توجهها عبر شاشة الكي بي سي توك. طبعا الرسالة اللي ودي أوصلها حق الجميع أن يعني النظام الموجود حاليا في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة نظام محكم ويعتمد على الشفافية وعلى المساواة والعدالة، وأن أنا أتمنى أن جميع يعني جهات الدولة تتبنى هذا النظام والطبقة عندها، ومستعدين احنا كقطاع نفطي ان نقدم لهم الدعم الكامل في توجيههم في كيفية تطبيق هذا النظام. وفي النهاية اشكركم على وجودكم معنا اليوم كي بي سي توك. اهلا وسهلا بكم سادة سوسن معنا في استديو الكي بي سي توك. لا يخفى على الجميع أن التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها يعد طموح لكل من يرغب في مستقبل وظيفي آمن ومميز وبيئة عمل مختلفة، فهل لنا أن نتعرف على الآلية المتبعة لكل من يرغب بالحصول على هذه الفرصة؟ في البداية نشكر الكي بي سي توك على أن هي وفرت لنا هذه الفرصة اللي من خلالها نشرح طريقة التوظيف في القطاع النفطي للشباب الكويتي حديثي التخرج. التوظيف في المؤسسة والشركات يتم من خلال ثلاث جهات رئيسية اللي هي مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية. كل جهة من هذه الجهات مسؤولة عن تخصص معين، راح تبدي تخاطب الجهات الأخرى لتحديد الاحتياجات الوظيفية، وبناء عليها راح يتم نشر إعلان في الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، وراح تبدي عندنا فرق خاصة بفرز الطلبات ومراجعتها للتأكد من استيفاء المتقدم للشروط المنصوص عليها في هذا الإعلان. بعدها راح يتم تحديد مواعيد لاختبار اللغة الإنجليزية، واللي مطلوب من المتقدم تحقيق حد أدنى من النجاح ليتأهل للمرحلة الأخرى اللي هي اختبارات التخصص، ونفس الشيء لازم يحقق نسبة نجاح معينة ليتأهل للمقابلة الشخصية، وفي النهاية يتم احتساب مجموع المعدل العام ونتيجة اختبار اللغة الإنجليزية واختبار التخصص والمقابلة الشخصية، ويتم ترتيب النتائج للمتقدمين بناء على أعلى النتائج،
ومن ثم يتم اختيار المقبولين بناء على عدد الاحتياجات الوظيفية، وآخر شيء يتم الإعلان عن هذه النتائج في الموقع الإلكتروني للجهة، وبعدها يتم توزيعهم على الشركات بالقرعة العلنية. وما هي التخصصات المطلوبة أستاذة سوسن للتوظيف في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها؟ كيف يتم الإعلان عنها؟ بناء على آلية التوظيف الموحدة، تم تكليف مؤسسة البترول الكويتية بتولي إجراءات التوظيف الخاصة بالتخصصات الجامعية الإدارية. بالنسبة لشركة نفط الكويت هي هندسة البترول والهندسة المدنية وعلوم الجيولوجيا والدبلوم الفني والإداري. وبالنسبة للKMPC أو شركة البترول الوطنية متخصصة في الشهادات الجامعية الهندسية والعلوم. الكثير يعتب على مؤسسة البترول الكويتية بأن الشروط الموضوعة للقبول تعجيزية بعض الشيء، فما هو ردكم؟ احنا نشوف في القطاع النفطي أن الشروط اللي تم وضعها تعتبر شروط مطلوب توافرها في أي موظف ينضم للقطاع. نتكلم عن القطاع النفطي، القطاع النفطي يضم وظائف متنوعة ومختلفة في مجالات عديدة، وهذه المجالات تتطلب مستوى أكاديمي معين. وبمقارنة مع جهات أخرى في الدولة، القطاع النفطي شروطه تعتبر معقولة. بعض الجهات في الدولة تتطلب حصول المتقدم على معدل ما يقل عن 3 نقاط، وهذا الشيء مو عندنا في القطاع. احنا نطلب 2.5 أو 2.67، يعتمد على نوع التخصص. في جهات أخرى تتطلب أن المتقدم ما يكون مسجل في التأمينات العامة بالمطلق، وهذا الشيء مو عندنا احنا في القطاع، فتعتبر شروطنا معقولة. من المؤكد أنكم تتلقون الآلاف من الطلبات للتوظيف بعد نشر الإعلان، فكيف تتم عملية الفلترة أو التصفية؟ كلامك عدل. إحنا لأن القطاع النفطي جهة يعني تعتبر جهة العمل الأولى بالنسبة للشباب الكويتي، وهذا ينعكس في أعداد الطلبات اللي إحنا نستلمها في إعلاناتنا. عندنا فرق عمل من الشباب الكويتي من موظفين القطاع النفطي يبدأ عملها من اليوم الأول للإعلان. تبدي تراجع الطلبات وتتأكد من استيفاء المتقدم للشروط والضوابط ومن تقديمه لكافة المستندات المطلوبة. أي مستند غير واضح وغير محدث يتم على طول التواصل مع المتقدم، سواء هاتفياً أو عن طريق الرسائل النصية والإلكترونية، بحيث أن نتأكد أن المتقدم استوفى كل المستندات المطلوبة في هذا الإعلان. طبعاً مثل ما أنت عارفة أستاذة سوسن، أنه صار حديث الشارع الكويتي الحين عن اختبارات القبول والمقابلات الشخصية اللي تمر فيها بمؤسسة البترول الكويتية أو اللي تضعها للقبول. هل تحدثينا بشكل مفصل أكثر عن هالطلبات؟ الاختبارات اللي تم الاستعانة فيها للقبول في القطاع النفطي يتم وضعها عن طريق نخبة أكاديمية من جامعة الكويت متخصصة في هذا المجال، تراعي في المستوى العام لخريجين هذه التخصصات، ويتم من خلالها استخدام نظام إلكتروني خاص في الاختبارات يمكن المتقدم من معرفة نتيجته بمجرد ما هو يسلم هذه الاختبار. بالنسبة للمقابلة الشخصية، المقابلة الشخصية تتم عن طريق لجنة متكونة من موظفين مهنيين ومتخصصين، ويتم فيها طرح أسئلة عامة من خلالها نعرف سلوك العام للمتقدم، اهتماماته وغيرها من الأمور. وبالنسبة لعملية القبول، خلنا ننتقل الحين حق مرحلة القبول. طبعا المشاهد ما يدري ان المتقدمين يمرون في ما يسمى بقرعة، هل لنا نتحدث بشكل مفصل اكثر عن عملية القبول؟ القرعة العلنية هي خاصة بتوزيع المقبولين على الشركات النفطية، وهي من باب تحقيق تكافؤ الفرص للجميع، وتم بحضور المتقدم. هذه السنة كانت تجربة اولى للقطاع النفطي لنقل الوقائع القرعة بشكل مباشر للمتقدمين وغيرهم. كانت نتيجة الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها المؤسسة والدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتعتبر تجربة ناجحة. أثريتينا في هذه المعلومات هذا سوسن، كلمة أخيرة حابة توجهينها؟ نقول للشباب الكويتي اللي مهتم للانضمام للقطاع النفطي إنه ما يتردد، وإذا شاف الإعلان وكان مهتم في التقديم إنه ما يتردد ويقدم. شكرا لك أستاذة سوسن. الله يعطيك العافية. شكرا. نتمنى في هالحلقة نكون أثريناكم في المعلومات وجاوبنا على كل الأسئلة اللي تدور في بالكم. نلتقيكم في أمان الله.